بنى عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء عاصمة لملكه في الأندلس، وبنى قصراً جعل قبته من الفضة فتقع عليها الشمس فتأخذ بالأبصار، وكان يقول لكل من جاء مجلسه: أرأيت ملكاً صنع مثل هذا؟ فيقال له: ما رأينا أعجب من هذا. حتى إذا وفد عليه القاضي منذر بن سعيد سأله السؤال عينه، فقال القاضي: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. صدق الله العظيم. وانصرف القاضي، فأمر الناصر من فوره بنقض القبة وبنائها من جديد بالقرميد.